يعني إذا يقول ماشي احنا مو كل الجهالة نمنعها، لكن إذا كانت الجهالة يسيرة معقولة. شلون؟ يعني قال لا أمهرك سيارة، هي حبنت على سيارة مثل بنتلي، ها اسمها بنتلي؟ ايه بنتلي، كم قيمتها؟ 70,000. طيب مثلا قال أمهرك بنتلي 70,000، هي حطتها ببالها شوي كذي ولا جايب لها شنو؟ شنو أرخص سيارة؟ كورولا أرخص سيارة هذه؟ لا في أرخص منها. الكيا كنا الكيا خرطي. يرفعون علينا قضية شركات المشكلة هذه. طيب جاب لها سيارة مستعملة كحيانة زين رايحة فيها من جاب قال هذه سيارة زين؟ أنا قلت لك سيارة قيمتها 200 دينار مثلا وهي بانية على 70,000 ما يصير زين؟ لكن إذا قال لها إحدى سياراتي معروف كم عنده سيارات، واضح ولا لا؟ لو يقول إحدى عماراتي عنده عمارتين ثلاث، واحد يا هذه، لكن بيقول عمارة مو محددة لا ما يصلح، واضح ولا لا؟ إحدى عماراتي، إحدى سياراتي، أحد ثيابي زين، أحد قمصاني، يعني شيء إحدى مزارعي عنده أكثر من مزرعة مثلا، يبقى في جهالة لكن شنو؟ يعني يسيرة، يعني المزارع معروفة، سياراته معروفة، بيوته معروفة، أثوابه معروفة، فإذا كان الجهل يسيرا فإنه يتسامح فيه. طيب أي هو تأخذ؟ اختلفت هي وياه قرعة، ومذهب الحنبلي مشهور جدا في العمل بالقرعة، العمل بالقرعة، فيعملون قرعة واللي يطلع لها عاد هي وحظها. أي نعم.